لأول مرة الفنانة البحرينية زينب العسكري تكشف قصة تعرفها على زوجها، عدد عروض الزواج التي تلقتها، وهل حبسها ومنعها من الظهور الإعلامي فعلا. صارت الخطبة وفي يعني مواجهة، حس أنها الشخص يناسبني. ظهرت الممثلة وكاتبة السيناريو المشهورة البحرينية زينب العسكري في برنامج مراحل مع الإعلامي علي العلياني، مجيبة عن أكبر تساؤل ارتبط باسمها، ألا وهو حقيقة حبس زوجها لها ومنعها من الإطلالات الفنية والإعلامية. فقالت العسكري إن زوجها لم يمنعها من التمثيل، لكنها رغبت في الابتعاد عن الوسط الفني للاهتمام بأسرتها، نافية ما تردد من شائعات حول حبسه لها، موضحة أن قرار الابتعاد لم يكن ضد رغبتها. وأضافت: كانت تخلو الشائعات أن زوجي حابسني أو منعني من أن أكون موجودة، أبدا لم يحدث، هذه كانت رغبتي، أنا مجنونة أطفال، ولكن مع عملي كنت مشغولة دائما في التصوير، لذا قررت الابتعاد عن المجال. كما أشارت زينب إلى تقدير زوجها للفن ومحبة الجمهور لها، مؤكدة أنه طالما كان حريصا على دعمها وتفهمه لإعجاب الجمهور بها، مشيدة بمواقف أوضح فيها عن تواضعه الكبير ودعمه، خاصة في البرنامج الإنساني الاجتماعي الذي تعمل على تنفيذه حاليا. أما عن قصة تعارفهما، قالت زينب العسكري إن النصيب أخذها، هو كان معجب بشخصيتها من خلال رؤيتها على الشاشة، فتقدم لها وكانت تشعر بالتردد لأنها لم تكن تعرفه، ثم في فترة الخطوبة شعرت أنه يناسبها ونفس تفكيرها وفق روايتها للقصة. وعند سؤالها عن عدد عروض الزواج قالت: أكيد كثير، لكن الموضوع عندي صعب، كشخصية ممثلة تفكر ألف مرة، هذا الشخص لما يتقدم لي هل فعلا يحبني كشخصية متقاربة أو شكل موجود خلال الشاشة؟ متابعة: هذه الأشياء تخوف، عشان كذا تزوجت في الثلاثينات وأبدا ما كنت مستعجلة في قرارات الزواج ومقفلة الباب بسبب جنوني بالفن. كما أضافت: كان في عروض من الوسط وبرا الوسط كثير، شعور حلو إن الناس تحبك وتقدرك، ولكن الفن كان ماخذ وقتي وحياتي، وسبحان الله النصيب وشخص يستحق أن يكون جزء كبير من حياتي.